يفرحنا جدا يكون معانا أبونا الغالي نيافة الحبر الجليل، أبونا وسيدنا المطران نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين، مطران إبرشية المنوفية ومعلم عظيم في الكنيسة، وأبونا اللي من وإحنا أطفال بنسمع له ونتعلم عليه. منورنا سيدنا ومباركنا، وفي سلسلة قديسين معاصرين وآباء معلمين احنا فرحانين تكون معانا النهاردة يوم 22 يناير 2024 وعيد عرس قانا الجليل. سيدنا حب ابتدي مع نيافتكم من الطفولة. يعني كل معلم وأب كبير في حياتنا دايما بتطلع فيه بذرة من الطفولة فرقت كتير، فازاي النشأة والطفولة؟ وأنا ولدت في قرية البتانون، وده اسم فرعوني. البتانون على اسم الفتى نون، فتى كان صغير من الفراعنة اسمه نون. فاتولدت في أسرة الوالد كان واعظ في الكنيسة، كان على أيامنا وإحنا صغيرين ما كانش الكاهن يعظ، فكانوا بيخلوا خدام يعظوا زي والدي كان اسمه الأستاذ عبد الملك ميخائيل يونان، وكان الأستاذ نسيم بسطوروس. يعني كان في كم واحد كده الآباء بيخلوهم يوعظوا يعني. فتربيت في أو نشأت في أسرة متدينة، الوالد كان واعظ وكان مدرس لغة إنجليزية لمرحلة إعدادي، ووالدتي كانت سكرتيرة لجنة السيدات أو جمعية السيدات في البلد. فنشأت في جو متدين، يعني في حياة روحية. وكان الوالد يجمعنا والدتي وأنا وأخوات البنات التلاتة نقف نصلي من صغرنا يعني. حلو أوي. فالحقيقة لهم الفضل إنهم حطوا البذرة. وطبعا ما دام اتحطت البذره بتبقى شجره. الميلاد كان امتى بالظبط يا سيدنا؟ انا اتولدت 24/6/1947. ربنا يخليك لينا. تعيش، ربنا يخليك. يعني 76 سنه ونص دلوقتي. ربنا يخليك للكنيسه كلها سيدنا. تعيش، ربنا يخليك. والكنيسه ساعتها في البتانون تعتبر كانت نشيطه؟ نشيطه من خلال تعضيد الآباء وخدمة العلمانيين. حلو خالص. فكان كابل حلو يعني. والحقيقة البتانون لغاية دلوقتي فيها كاتدرائية كبيرة وكنيستين قدام شوية يعني. مش أثريين لكن قدام يعني. كنيسة على اسم العدرا، وكنيسة على اسم الأنبا سرابامون الأسقف والشهيد. يمكن دي الوحيدة. هو أول أسقف يترسم على الإبرشية. عندنا أنبا سرابامون الأسقف والشهيد، وأنبا سرابامون أبو طرحة. بينهم حوالي 18 قرن. أو 16 قرن، ده في الثالث القرن الثالث، وده في القرن 19. طب نيافتك لما دخلت مثلا الثانوي او كده، هل نشاط نيافتكم في الكنيسه يعني امتى ابتدت الخدمه في حياه نيافتكم؟ انا الحقيقه اختاروني لخدمه التربيه الكنسيه وانا في الاعداديه. يعني السن تقريبا كان 15 سنه. ووالدي شجعني قال لي كويس انك تبدا صغير عشان يعني يبقى انتمائك لربنا أكتر يعني. فكان يشجع. والحقيقة الخدمة بتاع التربية الكنسية ما كانتش بالصورة الحالية. يعني كان أمين الخدمة يتكلم مع الكل، وإحنا يعني سيكشنز بقى بتبقى يعني قليلة، فنقدر نخش في أسئلة وأجوبة وكده. كانت خدمة مؤثرة وحلوة وفيها اعتبارات جميلة مش موجودة دلوقتي. يعني الخادم يبقى عارف كل اللي بيخدمه وبيزورهم وبيتابعهم.
دلوقتي يعني طبعا العدد زاد فما بقاش الحرص ده موجود. يعني العلاقة الانتمت قوي بين الخادم والمخدومين بيتوقف عليها نجاح الخادم تمام. أو وصوله لفكر المخدوم وقيادة الفكر. أيوة. يعني احنا مش بنقود بني آدم إلا من خلال الدركسيون بتاعه اللي هو الفكر، لأن الفكر هو الأساس. أيوة سيد. طب سيدنا، معروف عن نفتكم العلم والبحث دي نعمة كبيرة للكنيسة كلها، هل الميل للقراءة أو البحث بدأ من صغر سيدنا نفتكم؟ هو الحقيقة لما اختاروني أمين خدمة في أنبتكلة في الإبراهيمية في اسكندرية، وكنت ماسك أسرة في ثانوي، خدتهم من تانية إعدادي لتانية جامعة معاهم الخميس والجمعة في أنبتكلة طول اليوم بقى كمسؤول عن الخدمة، يعني كانت لسه في بدايتها. فالحقيقة القراءة والبحث والحاجات دي كانت لزام علينا، لأن بنقود فكر ونقول على درس عام وكده. فالقراءة الكنسية يعني بالذات الوالد كان يحرص على أن فكرنا ما يبقاش ضد الكنيسة ولو لمعلومة، عشان في السن الصغير الإنسان في منشأ، يعني لو في خطأ في الأساس بتاع البيت غير الخطأ في آخر دور طبعا ممكن يتصلح، لكن في الأساس ما يتصلحش. يتصلح إزاي؟ فعشان كده كان الحرص، كل الحرص إن الواحد ما توصلوش معلومة غلط أو معلومة ضد الكنيسة أو معلومة ضد ربنا، رغم أن الكتب ساعتها سيدنا كانت محدودة. يعني أخطيت فيتكم بتتكلم في الستينات تقريبا، لكن الأفكار زي ما هي الأفكار منتشرة. طب حكاية انتقالني فيتكم لإسكندرية جت إزاي الحتة دي؟ هو الوالدين كانوا عايزيني أدخل كلية طب، وكان في البتانون جنبنا طب طنطا. أيوة. أنا الحقيقة يعني عندي حاجتين ما بحتملهمش، منظر الدم وريحة الأدوية. ما أقدرش يعني. فدول كانوا عائق إن أنا وافق على كلية الطب، بالإضافة إن أنا كنت أحب الرياضة قوي. يعني بالليل أجيب الرياضة عشان أصحصح، أحب الرياضة وأحب المسائل وكده يعني. فالفكر الهندسي كان يعني بيشجعني على كده ان انا ادخل هندسه. وطبعا دخلت هندسه اسكندريه. والحقيقه لما رحت بقى سنه 65، انا خدت الثانويه العامه 65، فرحت علشان الكليه، قعدت 5 سنين في الكليه الفتره بتاعتها، يعني 3 سنين تكليف في الهندسة، كان لنا تكليف وجددوا لي التكليف، بس أنا قدمت استقالة ورحت الدير. فوالدي راح لهم المحكمة وقال لهم ده بقى صورته كده راهب ومش هيجي لكم، فادوني براءة. ولما زرني وزير الكهرباء أحمد سلطان، كان محافظ للمنوفية وخدوه وزير للكهرباء، فقلت له ترفعوا علي قضية سنة ونص؟ قال يا سيدنا أنا أول مرة أشوفك. قلت له بقى، حكيت له الحكاية يعني، قال طب متمسكين بيك يعني تزعل ليه؟ هنا بقى بدأت علاقتكم بأبونا القديس أبونا بشوي كامل؟ من أول ما دخلت هندسة يعني. بس كنت بحضر اجتماع الشباب، لكن ابتديت أخدم من 68 من 68 ل 73 لما دخلت الدير 5 سنوات. لكن هل تذكر بداية علاقتك بأبونا بشوي؟ يعني قدسكم الآن يفتكم رحت القدس أبونا بشوي، ولا هو أخطيت يعني اكتشف يفتكم؟ ابتدت إزاي؟ هو أبونا بشوي وأبونا تدرس وأبونا لوقا كانوا قلب واحد يعني وفكر واحد. أي.
فكان أبونا بشوي ساعات يسافر عشان يأسس كنائس في المهجر. أيوه. وساعات أبونا تدرس اللي يسافر وأبونا بشوي موجود، فكان كلاهما بقعد معاهم يعني عشان الاعتراف. وفي مرة كان اللي موجود سافر والتاني لسه ما جاش، فقعدت مرة مع أبونا لقى سيدروس في الاعتراف. وقدسك لما تسمع الإرشاد والحوار تحس إن ثلاثة ما فيش فرق. طب هنا يعني أحب أعرف ككاهن يعني ما يميز أبونا بشوي كامل كأب اعتراف؟ أول حاجة الحكمة. كان حكيم جدا، وأبونا تدرس كان بسيط جدا بس حكيم برضه. بس أبونا بشوي الحكمة واضحة اللي في مستوى مرتفع يعني. ولذلك قاضي الكنيسة في سبورتنج بمنتهى الحكمة. ما سمعناش مرة إن اختلفوا الآباء مع بعض. لأن اختلاف الكهنة في الكنيسة مع بعض بتخلي الناس تتزعزع شوية. إذا كان اللي بيخدمونا بيعملوا كده طب احنا نعمل ايه؟ أيوه. فالحقيقة كانت علاقتنا بالآباء واحدة. يعني قابل أبونا بشوي أكن قابلت أبونا تدرس أكن قابلت أبونا لؤة. بس طبعا بقى سفرهم ومسؤولياتهم كانت يعني بتنظم المسألة شوية. طب ذكريات خدمتكم في سبورتنج سيدنا، يعني طبعا كنيسة ماري جرج سبورتنج طلعت عظماء كتير. لا. فنيافتكم 5 سنين خدمة، في الأول كان في خدمة أنبتاكلة ولا استمروا الخدمتين؟ لا، أنبتاكلة افتتحت بعدها يعني في 79. أوكي. يعني 69 يمكن 69 آسف 69 بالضبط. لكن سبورتنج بقى أنا فيها نيافتكم قبلها بسنة أو اتنين. وظن أبونا بشوي اللي كان بيبعت نيافتكم أو يعني اللي المسؤولين يفتحوا فلوق وانا الجديد اللي ترسم في أنبتاكلة من أولاده وانا بشوي فهو يعني قال لي علشان خاطر وترسم كاهن على أنبتاكلة فقال انت معانا من الأول بقى يعني تمسك الخدمة وكده. وأنا ما كنتش الحقيقة في الشماسية أعرف ألحان، ولا معانا ترسمت شماس بسالتوس وأغنسطس، بس افتكر خدمت 3 مرات في الهيكل. مرة في سبورتنج ومرة في الملاك مصطفى باشا مصطفى كام ومرة في أنبتاكلة، يعني 3 بس. وكان اللي ماسك الشمامسة يقول لي ليه ما بتلبس شماس وتخدم وكده؟ أقول له أنا يعني بتعذب القداس كده يعني. فكان كل شوية يقول لي تقدم تقدم. تاني يقول تقدم لغاية تقدمت خالص. لكن أنا تعلمت الطقس في الدير بقى، حبيته قوي الطقس. فطلعت بقى في الأسقفية أحب الطقس جدا. أيوة يعني درست طقس وكده. لكن هل خدمت شبابي سيدنا في المرحلة دي؟ ما هو ولادي بدأت معاهم من تانية إعدادي وفي ثانوي وسنتين في الجامعه لغايه ما نيافتكم رحت الدير. بالظبط. طيب قصه دخول نيافتكم الدير مشيت ازاي؟ لما خلصت التكليف قعدت مع ابونا تدرس. طب اعترافي كان ابونا بشوي لسه جاي من الخارج يعني. فكان بيطلب ان انا يعني اتزوج واترسم كاهن في المنطقه بتاع سبورتنج في كنيسه فيهم يعني. فانا سمعت صوت ربنا جوايا ان الطريق هو الدير، وخلال سنتين هكون في شهرين هكون في الدير. شهرين. لكن قبلها كان نيافتكم بتصلي للموضوع؟ لا لا خالص، ولا فكرت في الرهبنة دي أبدا. غريبة جدا. صحيح. ده كان والدي يكلم حد علشان الزواج وكده عشان بنته قريب يعني. لكن هم فوجئوا بقى ان انا رحت الدير يعني. ما رضيتش اقول لان انا وحيد، وما كانوش هيوافقوا طبعا باي اني مينز يعني. فحرصت على السرية لغاية ما وصل الدير.
لكن هل أبونا تدرس شجعني يفتكم من البداية لما قلت له كده؟ شجعني وقال نحتكم لأسقف المدينة. أيوة. بابا شنودة. فرحنا قعدنا مع قداسة البابا شنودة ربنا يناح نفسه. ده سنة 73 يا سيدنا. قبل ما أروح الدير. قبل الدير على طول. لأن أبونا عايزني أترسم كاهن وأنا سامع الصوت إن أنا أبقى في الرهبنة. أيوة. فلما قعدنا مع البابا شنودة قعد يسأل أسئلة ويرمي كلمة ويشوف تأثيرها إيه وكده يعني. بعد الساعة ونص قال لي لأبونا تدرس لأبونا ده سكته الرهبنة. بس قال لي تحب دير إيه؟ كان ساعتها اللي قدام عينينا كشباب هو دير السوريان. أيوة سيد. وأنا عملت رحلة سنة 68 للأديرة بتاع وادي النطرون. فالحقيقة عجبني قوي دير السوريان، يعني هدوء شديد. بقيت الأديرة كان برضو فيها شوية يعني فوضى وكده. وزرت دير أبو مقار وزرت البراموس، يعني عملت جولة في الأربع أديرة. وعلى فكرة ما أعرفش قدسك تعرف دي ولا لأ، إن الأديرة على شكل صليب. يعني لو طلعت في طيارة وبصيت تلاقي دير أبو مقار ودير البراموس والسوريان وأنبا بشوي عمودة عليه على شكل صليب. ففعلا الرهبنة حمل صليب. بالضبط. ضد الذات يعني. فقلت له يعني أنا بحب دير السوريان. قال لها تستحمل رئيس الدير؟ كان معروف. قلت له انا رايح اموت عن العالم، يعني هيعمل فيا ايه؟ قال لي اقول لك يعمل ايه؟ هيحسسك انه مبسوط انك رحت ويعلن انك هتترهبن بعد اسبوع. ويجمع كل الرهبان والدف والكتاب وينيمك ويغطيك بالستر. بعدين بعد ما يعمل كل ده ساعتين ولا حاجه يقول يا جماعه ده بقاله اسبوع نرهبنه ازاي؟ قوم يا ابني لما تكمل هتستحمل الموقف ده؟ فانا بكلم البابا فبفكر يعني. فقال لي خليك معايا احسن. قلت له سيدنا دي منحه الهيه. طبعا. ان انا ابقى مع قداستك. اتبسط ان انا مش متمسك بحاجه. حلو. وفعلا رهبني في دير انبا بشوي. خدني في عربيته يوم 26 مايو، وكنا يوم ما التقينا 26 مارس، شهرين. شهرين بالظبط. فلقيته مجهز لي القلايه واهتم بيا قوي الحقيقه. وبارك لي القلايه بالصلاه. لما رحت والاسره جت لي بقى بعد اسبوع. زعلانين بقى يا سيدي. لا عايزين يشوفوني يعني. اوكي. وطبعا لو شافوني مش هيسيبوني. فانا طلعت كده على البابا شنودة وكان موجود، فقلت له، قال لي أحسن حاجة نغير اسمك عشان نقول لهم فلان ده مش هنا. كان اسمي مخيل. وسماني تدرس على اسم أبونا تدرس أبا اعتراف يعني. وقال لي هخلي أبونا سربامون اللي هو أنبا سربامون يحطك في قلاية منفردة بره، واقول انا ما اعرفش هو فين. فلان ده مش هنا وما اعرفش هو فين. طبعا بيضحك يعني. وفعلا ودوني قلايه كانت بتاع نيافه الانبا رويس تسقف العام ربنا ينايح نفسه يعني. فقعدت فيها اليوم كله، فكان يوم جميل قوي. وتعزيت بحاجات كويسه يعني موجوده كتب وكده. وجاني بقى ابونا سربون بعد ما مشيوا. قال لي تعالى اخ تعالى. مشيوا خلاص تعالى. قعد معايا شويه واتاكد ان انا اللي هربت مش حد هربني. ايوه. ان كان انبا سربون انسان روحاني رائع. فكان دايما يركز على حته البيرسوناليتي يعني. انت عايز كده ولا بتعمل كده عشان ترضينا؟ جميل. يعني نفتكم دخلت الدير 73.
أيوة. طب أخطيت اترسمت راهب امتى يا سيدنا؟ بعد 4 أسابيع. 4 أسابيع بس. يوم 24 يونيو، يوم ميلادي بالجسد. يا بس يعني أخطيت في الوقت ده، كانوا بيقعدوا سنة أو سنتين يا سيدنا ولا إيه؟ ولا كان أنا ما أعرفش طبعاً، أنا ما يعني لا الواحد يقدر يطلب الرهبنة أنا عارف ولا يعتذر عنها، هم رايح ليه طبعاً. ففوجئت إن تاريخ الرهبنة مع عيد ميلادي الجسد يعني. نعم كبير. فاعتبرت دي علامة على اختيار ربنا للطريق يعني، حاجة ما تتظبطش أبداً يعني. يعني نشكر ربنا أنه قبلنا في الرهبنة طريق الملائكة يعني. بنا يخليك لين. طب موضوع بركة النعمة الأسقفية، عرفت أنه تعرضت كذا مرة يعني. دي صحيح. بعد سنة البابا شنودة فكر يوديني أسقف في الأقصر. وطبعا أنا ابنه وخاضع يعني، بس إحساسي الداخلي ما كانش فيه راحة. أنا متعود أسمع صوت ربنا. فلما يعني بعت لي مع أبونا تدرس يعقوب، فقلت له يا أبونا أنا مش حاسس براحة داخلية، وأنا لسه بقالي سنة يعني. لسه هوى الدير ما شمتوش يعني. فأعتذر لسيدنا وأنا ابنه تحت أمره، بس يعني مش هقدر دلوقتي يعني. فبلغه وزعل شوية، لكن سرعان ما عاد في محبته يعني كالمعتاد. تاني سنة أخذني في مارس معاه في السكرتارية أنا وأنبا هدرة يعني، علشان نبقى قريبين منه. سمعت بقى من الناس هناك بيتكلموا طبعا، والأخبار بتتناقل بينهم يعني، إنه ناوي يرسم على أسوان والبليانة. برضو المكان ما ملوش يعني حساب عندي، لكن أنا برضو مش حاسس براحة. فقلت له سيدنا بعد يوم في السكرتارية، عملت له مطانية، قلت له سيدنا أنا مش مرتاح لأي حاجة دلوقتي يعني. قال لي وأنا قلت لك حاجة؟ بيسكتني. قلت له سيدنا الناس بتتكلم وكل حاجة موجودة يعني، عرفناها من الناس يعني. فضل بصص لي كده مش عارف يعمل ايه يعني. فانا بادرت بالحديث، قلت له سيدنا زي ما عمرنا دير انبا بشوي او ابتدينا يعني نعمر البراموس. فقال لي فكره هايله، وكان محتاج 5 يروحوا هناك البراموس عشان التعمير يعني. كان نيافه الانبا ارسانيوس، نيافه الانبا يعقوبس، ربنا نيح نفسيهما، وأنبا أنطونيوس مرقس كان لسه دكتور شاب يعني علماني، وأبونا بلاديوس السورياني، وأنا. وخدنا يوم عيد الرسل يوم 5 أبيب أو 12 يوليو. فمسكنا الدير، كان أنبا أرسانيوس ماسك رئيس الدير وأنا ربيتة الدير، وقعدنا في مكان واحد يعني. كان أوضة صغيرة وطرقة، صالة صغيرة كده وأوضة كبيرة. أنبا أرسانيوس من محبته يعني كان اسمه أبونا دانيال السورياني بقى البراموسي. وأنا كنت أنبا تدرس الأنبا بشوي بقى تدرس البراموسي، غير لنا الشكل. فقعدني في الأوضة الكبيرة وخد هو الصغير. أنا كإنسان متضع وحلو قوي. قعدنا سنة في دير البراموس بقى عمالين. ما كانش فيه بقى كل العمار ده كله. ما كانش فيه غير لا جوه ولا بره. القصر القديم ده بس يا سيدنا، ده اللي نيافتك بتتكلم عليه مش كده؟ صحيح. بعد كده بقى يعني بعد سنة في البراموس برضو قبل عيد العنصرة، جه زيارة لدير البراموس فبنقدم اللوحات. فقال هاتوها وتعالوا في قليتي نقعد مع بعض شوية. قعد معنا 6 ساعات، بدأ بأنبا أرسانيوس وبعديها أنا، ورسيت بقى
يعني ساعتها ارتحت يعني. أنبا أرسانيوس مسك المنيا وأنا المنوفية. والعجيب أن يوم الرسامة جه يوم 13/6 يوم العيد القومي للمحافظة الإسلامية يوم ما اترسمت. نعمة ربنا. فالبابا شنودة قال دي مرسومة عليك مش مرسومة. وحس بقى أن دعوات قبل كده كان لي حق أن أنا ما وافقش يعني. كنت أسمع سيدنا أنه نيافتكم بتحب الهندسة ومتفوق فيها. نعم. وده حتى مستمر إلى بدرجة ما في قيادتك التعمير عندنا حلو نشكر ربنا. يعني برضو يعني كسؤال ساذج يعني. نعم. هل الهندسة كعلم ممكن يأثر في تكوين الشخص القيادي؟ يعني في علاقة بين دراسة الهندسة وتفكير المايند سيت بتاع المهندس والقيادة والإدارة أو التدبير يعني كناس. دي حقيقة فعلا. لأن الهندسة قائمة على مادة الرياضيات. والرياضيات بتؤثر على الفكر، يبقى فكره منطقي منظم بما إن إذن. أيوه. فعشان كده الهندسة أو الرياضيات بتؤهل الإنسان لقيادة فيها فكر. أيوة سيد. عشان كده نفعتني كتير. بالضبط. سواء في بناء الكنائس أو في التفكير والتعامل. أيوة. طيب على ذكر سيدنا البابا شنودة كان معروف أن نيافتكم قريب لي. صحيح. يعني إيه أكتر حاجة دايما تحسها في البابا شنودة بالنسبة لنيافتكم؟ البابا شنودة كان يجمع بين قلب الراعي. يعني قلبه يحب الرعية، يحب الناس ويخدمهم من قلبه يعني. والحاجة الثانية الفكر الرعوي، يعني القلب يشتغل الأول بالفكر الرعوي. فقلب راعي يحب الناس وفكر راعي يهتم بيهم وعين الراعي اللي تاخد بالها منهم. فكانت الرعاية يعني متأصلة فيه. حاجة جميلة قوي قوي. فالأبوة كانت عالية قوي في شنود الحقيقة. طبعا كل الأباء يعني هو دايما البابا له ثلاث أمور يهتم بيهم. الحاجة الأولانية الصلاة طبعا، لأنه هو حلقة الصلاة بين الكنيسة كلها وربنا. الحاجة الثانية التعليم. أيوه. ثالث حاجة التنظيم. العجيب أن البابا كيرلس كان رجل صلاة وينظم ويعلم. له أقوال جميلة. تمام. والبابا شنودة كان معلم بس كان بيصلي وينظم. أيوه. والبابا تواضرس مهتم قوي بالنظام. تمام. بس بيصلي وبيعلم ويعلم. نعمة كبيرة. فالثلاثة بيكملوا بعض يعني. لما نيافتكم استلمت إبرشية المنوفية كان إيه الوضع ساعتها؟ الوضع الحقيقة كان مش حلو يعني. يعني كنت أزور الأماكن. مرة زرت قرية دلوقتي فيها كاتدرائية. لقيت المعلم كفيف مطلعه ولد كده ماسكه. بقول له يا معلم فين أبونا؟ قال لي ده قاعد في القاهرة بيجي يصلي ويمشي. استغربت. كان اسمه أبونا مرقص إكليريكي قاعد في القاهرة بيجي يصلي ويمشي. طيب أخش الكنيسة يعني أصلي. قال لي ده فرشين فيها الغلة يا ربي. كان ما كانش فيه دقيق زمان. فكان يغسلوا الغلة وينظفوها ويطحنوها وتبقى دقيق. فالكنيسة ما قدرش كانها مخزن لكن فرشين فيها القمح. قلت له إيه ده قمح يتفرش في ال وكان في بعض آباء يعني كبار يدخنوا ساعات يعني وكان ليهم طرق مش يعني مش روحية يعني.
وكانوا كل الكهنة تقريبا حوالي 15 بينما كان في 33 كنيسة. يعني عدد عكس القاعدة، يعني عدد الكهنة أقل من الكنائس. فكان في كنائس مقفولة والكنائس اللي فيها كهنة قاعد في مكان تاني، واللي قاعد في البلد نفسها كبير في السن جدا. يعني كان بلد اسمها العراقية كان فيها كاهن عنده 80 سنة. وجي قابلني بعد فترة لما كنت في الإبرشية يعني، ويعني بيتكلم بالعافية وبيمشي بالعافية. طبعا بيصلي بالعافية طبعا. كان نفسي أقول له اقعد بالعافية لكن نشكر ربنا دلوقتي يعني الأمور اتغيرت كتير. في كان ترميم أماكن وبناء أماكن، وربنا كان نعمة يعني نعمة ربنا يخليك. الرؤساء من المنوفية كلهم. ما هي خلينا بقى ندخل في المرحلة الحساسة. كنا بناخد طلباتنا يعني كان برضو تعرف أنه نيافتكم في وقت سخن بين الدولة والكنيسة، نيافتكم كنت الوحيد اللي تعرف تتكلم مع الرئيس السادات تقريبا. ليه بقى العلاقة دي جت ازاي؟ والسيد الرئيس السادات كان على خلاف مع البابا شنودة في حاجتين. الحاجة الأولانية التطبيع مع إسرائيل، فكان عايز البابا شنودة يروح دير السلطان أو يروح يزور هناك يعني. فقال له دير السلطان أخذوا الأحباش مننا من خلال إسرائيل. أيوه. فأعمل تطبيع إزاي؟ فزعل قوي يعني. والحاجة التانية الشعبية بتاع البابا شنودة، شعبية طاغية يعني. فهو كان حاسس إنه قدام شخص مش سهل إنه يعني يتعبه. فقال أحسن حاجة بقى ومن خلال إرشاد بعض إكليروس يعني، قالوا له أنت ما تقدرش تعمل له حاجة في كهنوته، كهنوته لا يمس. لكن القرار اللي بيطلع من رئيس الجمهورية كبطرك باعتماد البابا كرأس للكنيسة، لأن هو اللي بيدينا كأسقفة الصفة والاختصاص، بمختص بمكان وليا صفة رسمية مظبوط عشان أمضي على عقود أرض مثلا اشتريناها، أو استبدال بنستبدل أرض بأرض أو بيت ببيت أحسن. فالحقيقة يعني كان الوضع صعب قوي بين الرئيس السادات والبابا شنودة. من ساعة ما نيافتكم استلمت المنوفية الوضع كان كده؟ من 76. بس أنا ما كنتش أعرف. فلما رحت أنا استلمت الإبرشية ليلة 1 أغسطس 76، وأعيد انتخاب الرئيس السادات في 14 نوفمبر 76. فكان فات 3 شهور، أغسطس سبتمبر أكتوبر ونص نوفمبر، 3 شهور ونص. فأعضاء المجلس الملي قالوا لي ما نروح نهنيه، هو كان في ميتابولكوم، نروح نهنيه وإحنا يعني لسه أسقف جديد ومحتاج كنايس ولازم قرار جمهوري وكده. فطلبنا معاد، حدد معاد ورحنا. قابلني بكل ترحيب الحقيقة، وبعدين وإحنا ماشيين بقى قابلني على الباب على المكان اللي هنقعد فيه، فأنا بكبر بالزيارة يعني، بقول له أنا جاي نيابة عن قداسة البابا شنودة والمجمع المقدس، ودي التهنئة الرسمية هتقدم في حينها يعني، بس أنا بادرت لأن فخامتك من المنوفية فده فرحة لينا أكتر يعني. بعد كده التهنئة الرسمية هتقدم من قداسة البابا شنودة والمجمع المقدس. على ما قلت الكلمتين دول كنا وصلنا. قعدنا، كان لابس نظارة شمس، وإحنا في آخر النهار قلع النظارة ورماها على الترابيزة وقال لي أنبا شنودة إنسان عنيد وعنيف،
أنا قلت يا رب ده بداية صعبة. بداية. لكن أنت بصلي بقى، لكن أنت شاب ومليان حيوية، وأحب أعملك مركز قوة في الكنيسة. فأنا ابتسمت كده وقلت له ده أعظم عمل بينسب لفخامتك، إنك لغيت مراكز القوة في ثورة 15 مايو 71. قال لي ده أنت مذاكر بقى كويس كويس، يعني اتبسط قوي إن أنا قلت كده. لكن ما حققتش اللي هو طبعاً بيطلبه. ولما خرجت بقى قابلت البابا شنودة وقلت له يعني عن المشاعر يعني مش حلوة. تنت الحكاية بقى تاخد وتدي في الفترة لغاية ما وصلنا لغاية 81. يعني ابتدت العلاقة كويسة قوي، بس لما نيافتكم ما تجاوبتش مع الخطة أو كان يقابلني ويهتم وكل حاجة، لكن يعني تأكد من انتمائكم للكنيسة وللبابا شنودة وأنه مش هيقدر يعمل يعني بيني وبين البابا شنودة وقيعة. عشان كده نيافتكم كان متوصي عليك في 81، يعني كانت كانت بركة لينا طبعا. المهم لما سنة 81 كان البابا شنودة بعتني 7 دول في أوروبا نأسس كنايس فيهم. ولما جيت بقى كان أول أغسطس، على 3 سبتمبر لقينا حكاية القرار دي، يعني بالبابا شنودة يبقى في الدير يعني إقامة جبرية، واحنا جي أسامينا في السجن. يعني معلش تفاصيل الليلة دي سيدنا، أو الوقت ده نيافتكم كنت في المطرانية عادي وجم على نيافتكم ولا كان؟ أنا كنت في البليانة. كنت في البليانة. كان في مؤتمر. وجيت بالليل، وصلت تقريبا 2 صباحا، فكانوا فاكرين ان انا في البليانة، فبحثوا عني في البليانة ما لقونيش، خدوا امبويس. وبعدين على 10 الصبح كده لقيت تليفون ان حد من امن الدولة عايز يقابلني، فديتهم ميعاد الساعة 12. جيت 12 الا ربع، مدير الامن وحد من امن الدولة في شبين وحد من أمن الدولة في القاهرة. وقالوا لي حسن أبو باش، اللواء حسن أبو باش عايز يكلمك في اللاسلكي، مع إن كان أبو إسماعيل مكلمني في التليفون يعني وأنا في المطرانية، فممكن تيجي عشان تكلمه باللاسلكي؟ قلت لهم أوي تحت أمركم. رحت بعد 3/4 ساعة كده، قلت له الله المكالمة اتأخرت ولا إيه؟ فمدير الأمن قال لي لا هو كلمني وعايزينك في القاهرة. عايزيني ليه؟ قالوا يعني في حاجات عايزين يسألوا فيها يعني. حاضر، أروح أجيب عربيتي وشنطتي وأروح زي ما أنتوا عايزين. قال لا آسف مش هقدر أطلعك من هنا إلا بعربيتنا. قلت له ليه وانا مقبوض عليا ولا ايه؟ قال لي مش قادر اقول كده. فبانت بقى الحكايه. وكان محضر لي العربيه بتاع مفتش امن الدوله، ركبت وجنبي الضابط اللي من المنوفيه والضابط اللي من القاهره جنب السواق، وطلعنا بقى على المرج. سجن المرج يرحب بكم، دخلنا. خدوا الشنطة، خدوا المنطقة الجلد اللي بنلبسها كرهبان، ودخلنا زنزانة 11. بعد كده بعد أسبوع عملوا تعديل، خلوا كل 2 أسقفة يقعدوا مع بعض، كل 2 كهنة مع بعض كده يعني. نيافة الأنبا بشوي كان لوحده، وبعدين جابوا له كاهن معاه، كان لهش مكان يعني.
استمرينا لغاية 6 أكتوبر. من 3 سبتمبر ل 6 أكتوبر. دي كانت أصعب فترة تهيألي سيدنا ولا كله صعب؟ كان الضباط والعساكر وكده كانوا يحترمونا جدا. يعني ما فيش كلمة غلط، ما فيش تعبير لا يليق، بس كانوا من ناحيتي أنا يعني يقولوا بتاع المنوفية بتاع المنوفية يعني موصى عليه. لكن ما عملوش معانا حاجة يعني. بس طبعا المكان كان موحش، زنزانة مترين إلا ربع في مترين إلا ربع، واكستنشن مفتوح على المكان بس جدار كده دورة مية، كانوا بيسموها حجرة مكيفة الهواء مش مكيفة الهواء. قعدنا فيها الفترة بقى يعني لغاية 6 أكتوبر لغاية 16 أكتوبر. يعني بعد اغتيال الرئيس سادات عشر أيام كمان. 16 أكتوبر خدونا على وادي النطرون، في ليمان وادي النطرون. قعدنا 35 يوم. دول اللي أنا قلت عليهم دول في في الزنزانة حاجة و40 يوم يعني. وبعد ال 35 يوم رجعونا تاني في المرج، بس في عنبرين بقى. كان في شوية مش معانا في المرج في سجن تاني، فجابوا المسيحيين كلهم بقى في عنبرين بينهم طرقة كده أو منور يفتح على الصالة جنب المكتب بتاع الضابط اللي قاعد يشوف العنابر يعني كانت إقامة عادية ما فيهاش حاجة، بس بالنسبة للمتزوجين كانت متعبة شوية. كهنة والأرخنة لهم عائلات. لكن بالنسبة لنا كانش في مشكلة يعني. القلاية سل والزنزانة سل يعني، لكنها قلاية أو بقت شواية ما يجرش. لكن كان يعني على قد ما عرفنا أنه نيافتكم اتأخرت في الخروج يعني. أنا آخر واحد خرج، أول واحد دخل وآخر واحد خرج. طبعا كان الرئيس السادات متضايق أن أنا يعني رفضت الشنودة أكتر يعني، مع أن أنا ما عملتش حاجة في السيد الرئيس السادات حاجة تضايقه يعني تتعبه، لكن هي مسألة معايا ولا معاه. بس هي دي النقطة. لكن كان في ذكريات حلوة جوه المرحلة دي سيدنا. طبعا طبعا في معجزات كتير يعني، في ناس شافوا العذراء، وفي ناس سمعوا أصوات مطمئنة. أفتكر أبونا لوقا سيدروس كان معاه أبونا صموئيل ثابت في نفس الزنزانة، زنزانة 15 قصاد الطرقة يعني في الصف العمودي على الطرقة، يعني الطرقة على شكل حرف تي. عبارة عن 59 زنزانة، والأوضة 60 عاملينها حمام. حمام يعني ينفع الكل يعني. يوم 6 أكتوبر أبونا لوقا كان واقف في الفتحة دي سماها النضارة 15 سنتي في 15 سنتي. فسمع صوت بيقول قد خرج الأمر. فسأل أبونا صموئيل هزه برجليه كده قال له بتقول إيه؟ قال يا أبونا أنا نايم، سيبني نايم أنا ما قلتش حاجة. طب الصوت ده منين؟ يبقى سؤال. فأكيد صوت من ربنا. قد خرج الأمر. وجي الخبر بعدها الساعة واحدة كده، كنا مطلعينا على أساس هيجي أنبا صموئيل أسقف الخدمات يقابلنا. فطبعا ما جاش لأنه اتصاب. راح السم. وتالت يوم يعني كان التالت بتاع الرئيس السادات، توفى فيه أنبا صموئيل.
بعد نزيف. أيوه. كانوش عارفين بينزف منين. فالعجيبة اللي توفوا هما الاثنين السادات و نعم بصمير. لكن سيدنا الغالي كنا نسمع انه رغم قسوة الموقف كان في شركة روحية، يعني سمعنا كان في تسبيحة وكان في اجتماعات رغم انه الحبسة قاسية يعني. ايوه احنا كنا 7 أسقفة كراسي. كان كل واحد يقود يوم في الاسبوع الصلاة. اوكي. والثامن كان انبا بموا، كان خوري ابيسكوب. وطبعا طلعت قصص كتير عن انبا بموا وكده احنا ما شفناهاش يعني. لكن كنا نصلي من الفتحة اللي في الباب اسمها النضارة دي. وشوي سنينان ونصلي ونوزع المزامير وكده. وكل واحد في ذات سنته أخطيت يعني. لكن سامعين بعض بس. أنا وأنبا فام كنا في زنزانة 6. كان قصادنا زنزانة 22 كان فيها أنبا بيمن وأنبا ويصة. ويعني الآباء بقى كل أنبا بشوي في زنزانة 1. أنا طلبت أقعد معاه ما وافقوش يعني، قال له ده اللي هيقعد لوحده، بس اضطروا يحطوا معاه كاهن. كانش له أماكن. لكن كان التعامل جيد. احترمونا جدا أبونا وسيدنا. بس كان الأكل بقى ساعتها قبل ما البطريركية تبعت أكل يعني. الأكل بتاع السجن يعني. يعني دلوقتي طبعا الحكاية اتغيرت يعني، لكن كان عدس بالصراصير مثلا. جبنة تشوفها جبنة بيضة لما نحطها كانت حادقة قوي، نحطها في المية تدوب أتبيها ملح مع شوية لبن قليلين. فجبنة ما كانتش من جبنة. لا. لكن خان يفتكم خرجت بالسلامة امتى بالضبط؟ انا قعدت في السجن بين الزنزانة والعنابر وكده 341 يوم. تقريبا سنة. انا دخلت 3/9 خرجت 8/8 بحكم محكمة. انا الوحيد اللي خرجت بحكم محكمة. كان كل اللي يطلع دوسيه مفتوح. لكن انا الوحيد اللي دوسيه اتقفل. خدونا في دايرة، رئيس الدايرة والعضو اليمين والشمال مستشارين 3 يعني. قعدوني في قفص الاتهام بلبسة زي ما أنا كده. فكان البطريركية أو المقر البابوي باعت محامي، بس محامي ما قالش حاجة يعني. فقال لهم كان في مشكلة بين الرئيس السادات والبابا شنودة، فسجن ولاد البابا شنودة عشان متضايق منه. أنا لقيت الدفاع كلام عام شوية، فرفعت إيدي قال اتفضل يا أبونا اتفضل اطلع وقف جنبنا واتكلم. طلعوني من القفص. كويس أوي نيافتك دفعت يعني. أنا اللي بقدرت يعني. أنا عارف طبعا كل الاتهامات حوالي 30 ولا حاجة من التحقيق مع مساعد المدعي العام الاشتراكي حافظهم يعني. فقلت كده احنا رجال دين وعملنا نشر المحبة والسلام بين الناس، لكن يؤسفني ان احنا نتهم بعكس هذا. يعني بينسب لي ان انا كنت بروح القرى وبيقابلني ناس كتير وبنعطل صلاة الجمعة لما أنا بروح. فقلت لهم لما أروح بلد بيقابلني ناس كتير معناها فيها مسيحيين كتير، وإحنا معادنا الصبح وصلاة الجمعة الظهر فبنكون خلصنا. ف يعني إزاي هروح عشان أعطل صلاة الجمعة وألم الناس حوالي عشان أبقى مركز قوة، ولما بروح في بلد فيها مسيحيين قليلين بيقابلني معاهم مسلمين أحبائي، وده مظهر للوحدة مش للفتنة. محبة.
هل صارت المحبة جريمة نحكم عنها في المحاكم؟ وخدت بقى النقط واحدة واحدة كده فنتها. فعلى طول رئيس الدايرة وكان عضو الشمال مسيحي اسمه المستشار رامز، فكل شوية يغط عليه ويقول له حاجة يعني. حكمت المحكمة ببراءة فلان، وعلى طول بقى طلعت بعدها بأسبوع على ما الداخلية اعتمدت هذا وطلعتني يعني 8-8. كان مسموح لن يفتكوا بعدها تروح تقابل البابا شنودة ولا كان؟ لا كان ممنوع. مسموح. أنا قابلته سنة 83، بعدها أكثر من سنة، سنة وشوية. طب نيافتك يا سيدنا بعد أكثر من 40 سنة على الذكريات دي بمجدها وألمها، شايف حكمة ربنا إيه إنه أزمة زي كده يعني رجعتنا لجيل الرسل وجيل الشهداء، شايفها ليه جت في الوقت ده؟ هو دايما لما ربنا بيسمح بضيقة بيبقى الهدف منها إعداد الكنيسة للانتشار. لذلك البابا كيرلس كان معاه شرارة البدء، بابا شنودة نشر الكنيسة القبطية في العالم كله. فكان ربنا عارف انه الكنيسة القبطية هيبقى لها يعني شأن في العالم كله. فكان لازم تبدأ بضيق، لأن الضيقة هي اللي تدي الإمكانية ان الإنسان يقدر ينتشر. طب نيافتكم لما استلمت يعني أخطيت منطقة تعتبر صعبة في الرعاية والخدمة، كان في أولويات قدام نيافتكم بطبيعة نيافتكم منظم في كل شيء، إيه أهم أولوياتك على الأقل أول 10 سنين أو المراحل الأولى؟ والحقيقة كان مهمة الأولى التعليم، لأن اللي قبلي أنبا بنيامين كان إنسان روحاني جدا والقداس بتاعه مشهور طبعا، فكان من خلال الصلاة يجذب الناس إلى الله. أنبا ديسقوروس كان أستاذ تاريخ كنيسة في الإكليريكية، كان عالم، كل واحد فيهم قضى 11 سنة. أوكي. واللي قبلهم أنبا ديمتريوس برضو كان 11 أو 13 سنة. يعني قبلي 33 سنة. أنا ليا دلوقتي 47 سنة ونص. خليك لينا ويديك الصحة. تعيش، ربنا يخليك. فحسيت أن الأولوية في حاجتين، بناء الكنائس، لأن الكنائس كانت حاجة صعبة أوي. يعني زي ما قلت على العراقية، 10 متر في 15 متر. تلا كانت كده برضه، 10 متر في 15 متر. كنائس قديمة وصغيرة حجما. فربنا قاد بقى مسيرة التعمير من أيام الرئيس السادات. أيوه. 77 اداني كنيسة العذراء أبو عوالي. 78 كنيسة أبو مقار شنشور. 79 اداني كنيسة ماري جرجس بركة السبع. ودول ما كانش فيهم كنايس يعني. لكن 80 بقى ابتدت المشكلة يعني. 81 بقى السجن وكده يعني. الحقيقة يعني مصر محظوظة في حاجات كتير قوي. منها العلاقات السوية الطيبة بين عنصري الأمة كما يسمون. أيوه. مسلمين والمسيحيين. وعندنا في المنوفية بصفة خاصة عندي نسبة التعليم 95%. يعني الأمية 5%. فتلاقي شعب مستنير، تلاقي الأخوات الشيوخ بيعملون زي الكهنة. وتلاقي الشعب نفسه يعني متآلف، ما فيش أي فرقة تفرقهم عن بعض. عشان كده عندنا أنجح بيت عيلة. بنجتمع الحد الرابع شهريا الساعة 6 في الشتاء و7 في الصيف مساء.
ناخد 3 ساعات وبندرس مواضيع تهم الأسرة زي النشأ الصالح، التعامل مع الشباب، يعني مصريين كلهم. ففي يعني نوع من الانسجام والتعاون والفكر المشترك، وطبعا بيننا مساحة مشتركة. وأنا في الأول خالص قلت لهم كده لإخواتي الشيوخ والآباء الكهنة وكده، قلت لهم إحنا نتكلم فيما نتفق ولا نتكلم فيما نختلف، في اختلافات لكن دعونا نجنبها جانبا يعني. فنشكر ربنا فيش أي خلاف يعني، الحمد لله. سيدنا أنبا بن يمين كمعلم في الكنيسة، أستاذ كليريكيات في كل مصر، اهتمام نيافتكم بالإكليريكية الخاصة بنيافتكم، وبعد كده دور نيافتكم مع أفريقيا، بحكم أننا يعني شوية النهاردة مشغول بخدمة أفريقيا بدرجة، شايف التاريخ بيتكلم عن كتير قوي من الكهنة اللي ترسموا في أفريقيا تلمزوا على نيافتك وعند نيافتك. القصة دي ابتدت ازاي؟ هو الحقيقة نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس صديق وأخ لي، فكنت بحب أزوره يعني. فلما كان في كينيا عملت له زيارة، أعتقد كان 87 88، وقعدت معاه فترة. ولما راح جنوب أفريقيا برضو زرته، طمنت عليه وكده، وكنا اتفقنا ان يجي ناس أفارقة من عندهم عشان يتعلموا في كليريكية المنوفية. وفعلا فتحنا قسم، والبابا شنودة اعتمده، قسم دراسات أفريقية. فيعني كانوا حلوين أو تلمز عندنا أكثر من 23. وكانوا بيقعدوا بالسنة والسنتين يا سيدنا، لغاية ما يستوعبوا المعلومات يعني. ولا كانوا بيقعدوا 3 سنين، بيقعدوا 3 سنين كاملين. فحد بس واثنين اللي قعد سنة ونص، عشان كانوا مستعجلين عليه شوية. فالحقيقة كانت الزيارات مع الوفود اللي بتيجي تتعلم في الإكليريكية كانت عاملة جو تعاون بيننا يعني. طب إضافة للحتة دي سيدنا، نيافتكم مرجع أساسي في الطقس في الكنيسة القبطية، رغم أن نيافتك أشرت أنه في شبابك لسه ما كنتش شمس يعني خالص مدرب. خالص. فإيه اللي علق نيافتكم بالطقس وحببك فيه وبقى نيافتكم معلم فيه؟ لا العفو، هو الرهبنة الحقيقة. الراهب بيعيش في الدير، في طقس، والكنيسة الصبح والظهر وبالليل، يعني بيعيش الكنيسة في الدير. فالحقيقة حبيت الطقس جدا لأنه ترجمة للعقيدة. يعني أنا في الطقس بعيش الإيمان عمليا يعني. صبت كده. فالحقيقة حبيت الطقس قوي وحبيت دراسته وكده. وفعلا عندي يمكن 7-8 أماكن بدرس فيهم بيحتملوا ضعف. يديك الصحة يا سيدنا. تعيش ربنا. سيدنا لما سألني فتكم ككاهن، إيه اللي يحتاجه الكاهن النهاردة في الزمن ده مع التغيرات الهائلة اللي حصلت آخر 20-30 سنة؟ العالم كله اتغير، السوشيال ميديا. نيافتك بتوصي أولادك الكهنة بإيه؟ والحقيقة لازم يكون لنا فكر ربنا بالنسبة للنفس البشرية. أغلى حاجة عند ربنا هي النفس البشرية، ما فيش أغلى منها. يعني ساعات الآباء يحبوا الأغنياء عشان بيساعدوهم، ما أقصدش يحبوا المال، لكن يقدروا قوي اللي بيساعدوا. يعني أنا إبرشيتنا يعني على قدنا، يعني يقولوا عليها من الإبرشيات الفقيرة، لكن نشكر ربنا حاسين بغنى ربنا الكبير قوي قوي. والآباء يعني ربنا بيفتح أمامهم أبواب حلوة، وكنيسة ماري مرقس من الكنائس. نعمة ربنا. العفو سيدنا أولادكم. إيش ربنا يخليك. فالحقيقة ربنا فتح أبواب كثيرة جدا جدا في هذا الأمر، محتاجناش خالص يعني.
والمنايفة كرمة جدا جدا مع الكنيسة، يعني أرقام بتوصل لها الكنائس. نعمة ربنا، نعمة ربنا، ونشكر ربنا يعني في كنائس وتعمير طبعا. يعني نيافتكم بتوصي الكاهن يركز على النفس، ما نفس يركزش البشرية على الفلوس أو يعني الفقير مش محتاج مني مال، محتاج بقدر ما هو محتاج اهتمام. أيوة سيد. والغني مش لأنه بيساعد، لكن هو نفس غالي على قلب ربنا. مرة كنت بزور حد في مصر الجديدة هنا، ويعني من كرمه ومحبته بيديني شيك عشان الخدمة يعني. فقلت له حضرتك تشرفنا وتدينا أي حاجة هنقبلها، لكن أنا لو خدت مال وأنا بزورك يبقى أنا أجير جاي علشان أخد أجرة، تقبل علي أن أنا أكون أجير؟ قال لي لا طبعا، أنا راعي مش أجير. ففعلا شرفنا وقدم، يعني كان رقم إدى 6 أضعاف طب لمشروع من المشروعات. نعمة ربنا، نعم. طب نيافتكم بالنسبة لخدمة الشباب بالذات، في ظاهرة تسرب نسبة من شباب إعدادي وثانوي وجامعة خارج الكنيسة، يعني أظنها ظاهرة بدرجة. يعني نيافتكم توصينا وتوصي الخدام بإيه؟ هو الحقيقة خدمة الشباب موهبة، لازم يكون الكاهن اللي يخدم الشباب موهوب في هذا. يعني عندنا أبونا أنطونيوس وجيه فهمي يعني متبرمج على خدمة الشباب، وبينزل لمستواهم، بمعنى أنه جاذبية بعض حاجات عشان يعلى بيهم. فخدمة الشباب عايزة كده، أي حد يتعالى على الشاب ما يحبوش، لكن اللي بياخده في حضنه بيحبوه جدا. هم محتاجين 3 حاجات مهمين قوي. أول حاجة الانتماء، منتمي لمين؟ للمجتمع ولا للكنيسة؟ أيوة. طبعا في حاجات ننتمي فيها للمجتمع في المعيشة يعني، لكن حياته الروحية لازم تقوم على الناحية الكنسية، فدي مهمة قوي. ولذلك أنا دايما أقول في تدريس الطقس، المعلم هو الطقس، وإحنا خدام لهذا المعلم بنوصله ليهم يعني. الطقس ده جميل، لأن فيه العقيدة بالظبط يعني. فمحتاجين لحضن يحتضنهم الشباب، وكمان ينزل لمستوى تفكيرهم عشان يرتفع بيه. الشاب دايما عنده عيبين مش حلوين يعني. أول حاجة القلق، مستقبله هيمشي إزاي؟ وكمان احتضانه، يعني هو محتاج لحضن يحتويه ويعلمه. ولذلك الحضن الأبوي مع التعليم يجيب نتيجة حلوة قوي. مع الأنشطة، دي ثالث حاجة، لأن الأنشطة بتشدهم طبعا. يعني مكان اجتماع الشباب لازم فيه ملعب يلعبوا فيه، وياخدوا حصتهم من التعليم، الرياضة، تعليم الكورة والملعب والحاجات دي، مع العلم الروحي، مع كده يعني. فالشباب الحقيقة محتاج حضن وعلم ونشاط. أيوة. دول يشدوا الشباب. نيافتكم خلال برضو الرحلة، ربنا يخليك لينا، تعيش الطويلة من الحياة الأسقف وأبونا المطران، كان في أصدقاء من المجمع، يجوز تحب تحكي لنا عن شخص أو اتنين كانوا قريبين لقلب نيافتكم، من اللي سبقونا للسماء أو من اللي لسه عايشين؟ هو الحقيقة نيافة الأنبا بشوي كان بالنسبة لي أخ أكبر أو أب يعني. يعني كنت أحب قوي
فكره اللاهوتي، كان لاهوتي قوي، وقدم معلومات في العقيدة ما حدش قدمها قبل كده الحقيقة يعني. مظبوط. فكان كان يعجبني قوي فكره، فكنت أحس دايما أنه هو قائد حلو وممكن يعني أستفيد منه يعني. وإحنا أربعة، كان أب اعترفنا أبونا تدرس يعقوب، نيافة الأنبا بشوي، نيافة الأنبا هدرة، ربنا ينيح نفسه، نيافة الأنبا تدرس، ربنا يديله الصح. كنا أولاده يعني، أبونا تدرس يعقوب. فالحقيقة دايما كنت أحس ناحية التلاتة يعني أنهم قريبين مني ومن فكري يعني. ففي علاقات طيبة كانت بيننا يعني الأربعة، واللي سبقوا السما بقى ربنا يخليك لي، كورونا يديك الصحة، تعيش ويدي الأنبا تدرس الصحة يا رب، ويدي نيافتكم تعيش. احنا استمتعنا بابونا الغالي نيافة الحبر الجليل سيدنا المطران الأنبا بنيامين في لقاء أظنه فريد ونادر من نوعه، سيدنا موسوعة وأب جميل وأولاده بالألاف ويمكن الملايين. ربنا يخلي لي الكنيسة كلها، والتاريخ ده هيبقى في قلبنا وقلب أولادنا لأجيال كتير. وإلى لقاءات أخرى.